اي هدمة ما تهزمو ايامو الزان دافق البونيران. أمينة البجيوي أستاذة بالثانوية التقنية الرازي، كندرس اللغة الفرنسية، ومن المشرفين على الأنشطة الموازية بالمؤسسة ديالنا. دونك هاد الدورة هذه سميناها دورة السي محمد المسيح أبو سارة، وهي دورة اللي كتعمل بالأساس على تنمية الإبداع والحس الفني عند التلاميذ في مجال الشعر ومجال الزجل. كنظن أن هذه غادي تكون سنة حميدة ديال الشعر المدرسي، وخاصة أن الانطلاق والمهد ديال هاد الدورة وهاد الملتقى الشعر المدرسي هو ثانوية تقنية، بمعنى أننا كنجلبوا من عمق التكوين العلمي التقني كنلقاو بوادر ديال الشعر وديال الأدب، وهي اللي بقدرتها أنها تمشي بعيد. يعني أنا كمدرسة وبحكم عملي في المجال الجمعوي والأنشطة المدرسية، أنا أتنبأ الكثير خير كثير إن شاء الله لهذه الدورات. صراحة أنا جد مسرور بالتواجد معكم، خصوصا لأن هذا النشاط هذا يتخلل تكريم لأخونا السي محمد المسيح. شكرا لكم. في عمايا شفت الليل هو بلا قمرة وأنا بلا عين، في عمايا الظلمة كتغير من خوفها عليا درقت السما لنعود نطير، في عمايا مديت الكف فاقت الحلم بيا وانا نفك ونعقد من خيوط الشمس ونفتلها سبول الحال، بلا مارب كان فم الوقت محروز بالخبزة. دكتور حسن بن موسى أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب ومهتم بالنقد الأدبي وشاعر، ومن الصدف أننا كنهتموا بالشعراء الشباب، وهذه الثانوية هذه تساهم في تنمية التقنيات الأدبية إلى جانب التقنيات الصناعية والمهاراتية عند الطلبة ديالها. هذه الثانوية تحاول أن تخلق لنا لأنهم هم اللي غادي يكونوا الاستمرارية الأدبية الشعرية الزجلية للمستقبل في الأدب المغربي، وبهذا يكون يحاربون جميع الممارسات اللا أخلاقية من مخدرات ومن كل ما يفسد الأخلاق. الثانوية تعمل إلى جانب المهارات التقنية التي تنميها، تنمي المهارات الأخلاقية لتخلق لنا رجال الغد القادرين على تسيير هذه البلاد صناعيا وأدبيا وأخلاقيا. يا حمام وتحط علينا خطيف، تقول هي ريح وحنا قبور، هي حروف واش مسطور، هي زهور فاتحة الصدور، هي حروف واش مسطور، ونقول انا لا هي شجرة وحنا مدلين ديكور. بحارم الإسماعيل الناظر الثانوية التقنية الرازي، باسم الأطر الإدارية والتربوية للثانوية التقنية الرازي، تنتقدم بجزيل الشكر والعرفان اللي سهروا وشرفوا على هذه المبادرة الطيبة واللي تتكون دائما أجيال من رجال ونساء. أنشطة التربوية الموازية تتكون رجال ونساء، دائما تنكرر هذه المسألة هذه، وتنشكر بهذه المناسبة الطلبة والطالبات والتلامذة والتلميذات اللي شرفوا على هذه المبادرة، وتنشكر بالمناسبة السي محمد بن عائشة والأستاذة البجيوي. في الحقيقة هذا الحفل هو كيأصل واحد الثقافة اللي هي ثقافة الاعتراف، وفي نفس الوقت هو إعلان واضح على دعم الناس الإبداعات تاع الشباب. هذا هو المبتغى، احنا الهم ديالنا هو نزيدوا بعد الوليدات يزيدوا يعطيو ما هو احسن.
صراحه في هذا اللقاء حسيت بان الكتابه ديالي للشعر والزجل ما ضاعتش. الحمد لله قدرت نحقق الرتبه الاولى في هذه المسابقه، وان شاء الله انا كنواعد جميع الاساتذه اللي ساندوني بانني غادي نكمل في الطريق ديالي حتى نوصل لذاك الشيء اللي بغيت ان شاء الله. وبالنسبه لي كصديق حميمي لابو ساره كنتمنى انه يكون هذا النهار. وبالنسبه لحاجه اخرى اللي عجبتني انه كاين تلاميذ اللي هما التلاميذ ديالو هما اللي اتوا الفضاء، وهذا الشيء راه جميل. انا كنقولها من هذا المنبر، خاص الشعر هو اللي تقرق، لانه الشعر الوحيد اللي كيهدن. مهدي بوفلجا استاذ بثانويه المسيره التاهيليه بولاد غانم، اذا مشرف على تلميذه مشاركه في هذه المسابقه الشعريه التي نظمتها الثانويه التاهيليه الرازي تكريما للاستاذ محمد المسيح. إذن بالنسبة لها التلميذة التي استطاعت أن تحصل على المرتبة الثانية في هذه المسابقة، وقد سررنا جيدا أو جدا بهذا الفوز بطبيعة الحال الذي حصلت عليه هذه التلميذة. بيني وبين السي بن عائشة والرسام اللي رسمها اللي طلب منا، قالنا السي مسيح راني كنسمع به ولكن ما تنعرفوش اون بيرسون، قولوا لي يعني بزاف بقينا كنقولوا لي ها السي مسيح شكون؟ راه فنان، راه دجال، راه أستاذ علوم، مهندس. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة